أدى 485 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعتي 2017-2018. أدى اليمين القانوني إذانا ببدء عملهم بمقر وزارة العدل وبحضور الوزير المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر. ورحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ أعضاءها الجدد على صدور قراري رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم. ومن جانبه تقدم رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر للرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 485 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعتي 2017-2018. أحب أشكر سيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على صدور قرارنا تعيين هيئة قضايا الدولة، وشرف عظيم الانضمام لهيئة قضايا الدولة، فهي من أعرق وأقدم الهيئات القضائية. وشكرا للسيد المستشار معالي وزير العدل عمر مروان والسيد معالي الوزير محمد أباك رئيس هيئة قضايا الدولة على اختياره، وانا سعيد جدا بالانضمام لهيئه قضايا الدوله. النهارده يوم عيد بالنسبه لنا، ويوم تكريم وتعويض لينا عن تعبنا واجتهادنا وكل السنوات اللي احنا انتظرناها، وتكريم لاهالينا عن تعبهم معانا. فالحمد لله، وبنشكر سياده الرئيس على ثقه سيادته الغاليه فينا، وان شاء الله نكون حاجه مشرفه للهيئه الموقره باذن الله. الحمد لله رب العالمين على انضمامنا الاعرق واقدم هيئه قضائيه انشئت عام 1876. وأي شرف يوازيه ونحن ندافع عن مقدرات الدولة ونحافظ على أموال الدولة، أموال المال العام للدولة. الحمد لله رب العالمين. نشكر سعادة وفخامة رئيس الجمهورية على الثقة الغالية، وإن شاء الله نكون كلنا على قدر المسؤولية. نشكر السيد الرئيس أنه مكن المرأة من الوصول للقضاء، وبشعر بالفخر أن أنا انضميت لهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية. الفرحة فرحة القبول، والخوف من خوف برضو الأمانة اللي بينوي الكاهل عن حملها، وربنا يقدرنا على حملها طبعا احنا والزملاء المعينين جدد. ومبارك للجميع جدا.